إن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المؤمنين. نعيمة كانت غير صديقة، كانت أخت عزيزة عندي بزاف، لأن فيها الأخت طيبة الحنونة الإنسانة، يعني ومرأة طيبة، مرأة جمعوية، مرأة مناضلة اللي دارت بزاف ديال الحوايج، ومرأة اللي كانت عندها سفيرة النوايا الحسنة، وكانت يعني البساطة، يعني ما عندهاش هذا المشكل، بحيث كانت في لهاكا عطينا سيارة خاصة كتجي في التران وترجع في التران، ما عندهاش هذا المشكل، يعني بسيطة جدا، طيبة حنونة، وكدير الخير. ربي اللي غادي يوقف معاها في داك الشيء اللي دارت، ربي اللي غادي يجازيها، وهاد الشيء هو اللي غادي يشفع عليها ان شاء الله عند سيدي ربي، لان قد ما دار الانسان الخير وكان يعني كيحن على خوته، كتحن على الفنانة، بعض الفنانة كتوقف معاهم وتناض، وكنت انا وياها في النقابه ديال الفنانين، يعني واحد 12 عام وحنا كنكافحوا وكنناضلوا من اجل تحسين وضعيه الفنان، وباقي لحد الان مع الاسف كاين عراقيل ديال القانون الفنان باقي ما تفعلش، فيعني مع الاسف مشات بلا ما تشوف يعني شي حوايج كانت تناضل من اجلهم، وكنتمنى ان يعني لان بصمه ديالها في هذه المهنه يعني بصمه كبيره، وما يمكنش نساوها، ما يمكنش نساو نعيمه، الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المؤمنين. الفنانه الكبيره والمناضله الكبيره ذات مواقف عده، فالممثل بلا موقف ليس ممثلا في نظري، فهي تعرف ما تعمل، تعرف أشياء كثيرة جدا، فقدمت مساعدات لشباب ولممثلين انطلقوا في بدايتهم، ولا أدل على ذلك جمال دبوز في بدايته قدمت له مساعدات، فرحمه الله، الله يرحمه ويوسع عليها، إن الله وإلى راجعون. أستاذ الله يرحمها كانت فنانة كبيرة بما تحتوي الكلمة معنا، كانت فنانة تنقولوا شاملة، مرأة اللي عطت شيء الكثير لهذا البلاد السعيدة. أنا كنت بصراحة من المعجبات ديالها، بحال بغينا نقولوا كانت قدوة بالنسبة لي أنايا، لأن فنانة تستحق، ومرأة كانت كاريزما وكتعرف اش كدير، الله يرحمها ويوسع عليها. هو بصراحة راه ضعنا فيها، وهذه سنة الحياة، لله ما أعطى ولله ما أخذ، الله يرحمها ويتجاوز عنها ويرحمها برحمته الواسعة ويرزق عائلتها الصبر، لأنه قد ما غادي نهضروا على الأستاذة نعيمة مشرقي ما غاديش نوفيه حقها، لأنها فنانة عطت الشيء الكثير، وفنانة كبيرة بالوزن الثقيل، الوزن الثقيل، والله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله يخليك. حقيقة إذا قلنا بأنه في المغرب شخصيات معينة تفقدوها المغاربة كلهم، فهذا يصدق بشكل كبير على المرحومة نعيمة المشرقي، اللي حقيقة أعطت النموذج ديال الإخلاص لاختيارها الفني، ديال الصبر والمثابرة وديال التواضع وديال الارتباط بالعمق المغربي، وفي نفس الوقت الانفتاح على احسن ما يمكن يكون في يعني التاثير او يعني الاستحضار الخارجي. فاذا من هنا الحزن ديالنا حقيقي، وماشي فقط غير بالمناسبه حزن حقيقي، ولكن حزن في نفس الوقت مشوب واحد النوع ديال الاقتناع بان نعيمه المشرقي الله يرحمها دارت دورها، لعبته كاملا وبدون التجني، بدون الترامي، بدون الادعاء، ولذلك حبيناها بشكل طبيعي وبشكل تلقائي. وهنا بالمناسبة كنبغي نجدد
التعازي ديالي لعائلتها طبعا في المقام الاول الزوج ديالها، ولكن كذلك الوسط الفني، المبدعين، الناس اللي خدمت معاهم جميع المجالات، المجال المسرحي والمجال السينمائي ولا في مجالات متعدده، الاعلامي لانه كانت كما قلت عضو في الفريق الاول ديال الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري عن جداره واستحقاق وكفاءه، فعليها رحمه الله الواسعه. يجب علينا، على الباقين منا، علينا جميعا ان نستحضر يعني قاعدة أساسية يجب أن تبقى وتظل في سلوكنا، وهو الاعتراف، العرفان، الاعتراف بالكفاءات. وهذه مسألة ربما في الوجدان، ولكن خصها تكون كذلك في المؤسسات وفي المسؤولين على السياسة الثقافية.